ولتسليط الضوء على مستوى التعليم في العراق معنا من الدوحة الدكتور سلوان العاني الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم، مرحبا بك. بداية نبدأ من موقع المونيتور الأمريكي الذي أكد أن ازدياد النفقات يدفع بالطلاب العراقيين إلى الدراسة في الخارج، يعني بالمقارنة مع وضع التعليم في العراق سابقا واستضافة الجامعات العراقية الطلبة من الجنسيات المختلفة خصوصا العرب، كيف تقرأ هذا الاختلاف بين الأمس واليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة كان العراق ليس يعني يقوم ليس بتدريس أبنائه واستيعابهم، إنما استيعاب الطلبة العرب من بقية الدول العربية مقابل تعليمهم وتسليحهم بالعلم وبالبحث العلمي وعودتهم إلى بلدانهم ليخدموا في الجامعات. ما نراه اليوم هو حقيقة يعني احد الـ يعني مفاصل الاساسيه في الدوله تنهار، وهو التعليم الاساسي والتعليم العالي. عندما نرى هذه الصور البائسه للمدارس يعني يملا قلبنا الحزن على دوله مثل العراق، وهي في هذا الوقت هي دوله من الدول الغنيه في العالم ومتمكنه في وضع التعليم بوضع افضل في حاله وجود الادارات الصحيحه والتخصيصات المالية، أسوة في دول العالم التي تحفظ التعليم لأنه هو المفصل الرئيسي في حياة الدولة وفي خطط التنمية وفي إيجاد إنسان الحاضر والمستقبل. هذا ما نراه الآن هو تدني بالمستوى التعليمي، ولا يمكن أن نقارن دولة العراق ما قبل الاحتلال وهي محاصرة، والدولة التي تمتلك غناء في الميزانية وفي الواردات بهذا الوضع البائس في التعليم الناشئ والعالي. نعم، وعدم حصول الطلب على مقاعد في الدراسة يعني يلجؤون إلى الجامعات الخاصة، وما تفسيرك لرفع الأجور الجامعية في خصوصا في هذه الجامعات الخاصة؟ نعم. بالنسبة للتعليم الخاص هو يعني حقيقة غير صحيح وغير مؤهل للقيام بالتعليم العالي، بالبحث العلمي والتعليم العالي وتخريج درجات ماجستير ودكتوراه. وما اعرف كيف تعطي الوزاره يعني هذا الحق للكليات الخاصه بسبب الضغط اللي وارد على الوزاره وعلى التعليم الحكومي. هنالك حدود، احنا لا نريد لكل واحد ان يكون دكتور في علمه او ماجستير، هنالك مبررات لهؤلاء ان يكونوا قاده في التعليم او اساتذه الجامعات. حتى 80% اللي حددتها الوزاره هي ليست الان صعبه على الطالب ان يحصل عليها في ظل ضياع مفاصل العمليه التعليميه والانضباط التعليمي والحصول على العلم بشكل الاصولي. لذلك ان يقول انه الان نشطت مكاتب وهميه وشركات تحصل للطالب على قبول في سبيل ان ياتي دكتوره وماجستير ويجي لا تعترف الدوله بشهادته ولا بعلمه ولا بالدوله اللي جاي من وراها. هناك ايضا مشكلات في المدن المدمره، يعني وزاره التعليم الغت المواقع البديله لجامعه الموصل في كردستان العراق، وما زال كثير من الطلبه هناك عاجزون عن العوده طبعا بسبب مناطقهم المدمره. يعني من المسؤول عن وضع هذه العراقيل امامهم؟ من المسؤول عن ايجاد بيئه تعليميه صحيحه مفترضه لهؤلاء الطلبه؟ بالنسبه للمواقع البديله، هذه المواقع البديله طبعا عندما بدات المشاكل اللي حصلت وما تم من وجود قوى غير شرعيه في البلد، الدولة بدأت وجدت الوزارة هي نفس الوزارة التعليم مواقع بديلة حتى تسمح للطلبة باستمرار تعليم، وهذا يعني موقف جيد في آنه. أما الآن لماذا ألغت؟ هذا يفترض أن يستدعى أحد من وزارة التعليم العالي لكي يعطي تبريره، لكن هو في كل الأحوال عندما توفر مستلزمات العملية التعليمية في المدينة اللي تريد أن يعود لها الطلبة وهي إعادة تصليح المدارس والجامعات والبيئة الصحيحة وتوفير مأوى آمن لهم، أنت ذلك تلغي المواقع البديلة. أما تلغيها بقرار وما عندك مستلزمات
لا توجد في التزامات العمليه التعليميه طبعا هذا اشحاذ بحق الطلبه ومن حق الطلبه ان يعترضون، لا بل حتى اساتذتهم يفترض ان يكونوا في جانبهم في هذا المجال. بخصوص المدارس، شاهدنا قبل قليل صور مؤلمه لبنايات مدارس متهالكه، وحتى مجلس محافظة بغداد أكد أن النقص هائل في الملاكات التدريسية وفي الأبنية المدرسية. يعني ما سبب هذا برأيك دكتور؟ أين ذهبت الأموال الضخمة التي كانت مخصصة للتعليم في ميزانية سنوية كبيرة للعراق؟ والله اللي أعتقد أنا يعني أعتقد الدولة أعتقد يعني لا لست متأكد، لكن أعتقد هنالك تخصيص ميزانية للتعليم الأساسي والتعليم العالي، لكن أين تذهب هذا يفترض أنه الوزارة هي ترى ميزانيتها وأين تذهب، لأن الطالب الدراسات العليا مثلا هو يتحمل كثير من حلقات تعليمه وتجاربه ونشر بحوثه خارج البلد، لأن يعني الدولة تريد منا أو الوزارة تريد منا نشر بحث خارجي. أما تأهيل المدرسين فهذا واجب الدولة، هناك كليات تربية هؤلاء هم مهيئين ان يكونوا مدرسين، لكن يجب على الدوله ان توفر لهم درجات وظيفيه. ما تحتاج 7000 وظيفه معنى 7000 درجه وظيفيه للمدرسين لكي يشغلوا، لا نجيب مدرس يعني مثل ما تعرض بعض البرامج القنوات الفضائيه مجرد متطوع يقعد يضيع وقت الطلبه ويقريهم حتى محو الأمية أفضل من قرايته، هذا ليس صحيح وليس التعليم صحيح، بالعكس هذا تخريب، ونحن نشهد حالة لتخريب الجيل وتخريب التعليم، وهذه المباني المدمرة الحقيقة هناك إجراءات بسيطة وطنية داخلية ممكن أن تقوم بها حتى إدارة المدرسة لإعادة وإصلاح الكراسي وتوفير كثير من المستلزمات، وحتى أهالي الطلبة مستعدين للتبرع في حالة ضعف الدولة من توفير مستلزمات الزجاج أو الرحلة الدراسية أو الحمامات الصحية للطلبة. أيضا دكتور هناك حالة تهديد وعودة إلى العرف العشائري، يعني المدرسون مثلا في البصرة يعانون من تصاعد حالة تهديد ضدهم، بلغت فقط في البصرة 35 حالة تهديد في شهر واحد. من الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات وما تأثيرها على في الواقع التعليمي في المحافظة عموما؟ طبعا هذه احنا نسمع بها ليست فقط في البصرة، البصرة مثال يعني مؤسف، وهناك في الأنبار وهناك في بغداد هنالك يعني هجوم من اهالي الطلبة لفشل بنتهم او ابنهم او ضرب الاستاذ في الشارع او قتله. هذه طبعا بدأت ما بعد الاحتلال مباشرة عندما استهدف الأساتذة وقتلهم في مدارسهم وجامعاتهم. إذا ما وضعت حد لها أمنيا، والجهة المسؤولة طبعا هي الأمنية، لكن ما ممكن الدولة توقف في كل باب مدرسة شرطي أو رجل أمن. هنالك انضباط يجب أن يمارس من قبل الأهالي نفسهم ومن قبل الإدارات، وتشجيع إعادة مجالس الآباء وإعطاء الدولة هيبتها، أن يكون للوزير دور في التوجيه اليوم من خلال القنوات الفضائية، من خلال المدارس، من خلال المدرسين، إعادة هيبة التعليم في البلد وإعادة هيبة المدرس. قبل عندما نرى المدرس يعني في جهة نسير في الجهة المقابلة احتراما له، الآن ليست احترام، الآن الأستاذ يخاف أن يمسك حالة رشد. طيب كيف تسير العملية التعليمية؟ مباشر هذا يطلع 95% يدخل طب وتالي يموت مرضى على ايده. العملية متسلسلة، الأمن يرافق البيئة الصحيحة للتعليم، يرافق احترام الدولة وهيبتها في كل أرجاء يعني الوطن ومنها المدارس والجامعات. ويعني نرجو من الناس المعنيين أن ينظروا إلى هذا الموضوع بحل جذري، ولا فقط يسرد في الصحف اليومية ويتندر بين العالم اليوم على. شكرا جزيلا لك من الدوحة المتخصص في شؤون التعليم الأكاديمي دكتور سلوان العاني.